عندنا سؤال يقول انت دوكا قابلت روحك وحكيت مع نفسك وتخيل انه عندك دوكا 5 سنين، وشنو هي النصيحه اللي تمدها لروحك يعني في لاش تاع 5 سنين؟ لاش تاع 5 سنين، تخيل انه دوكا عندك 5 سنين وراح تمد نصيحه لنفسك، وشنو هي النصيحه اللي تمدها؟ النصيحه اللي لازم نتبع نكون في حمايه والديا وخلاص، هذه هي هما اللي يقوموا بيا، بس 5 سنين مازال ما واحد ما يعرفوها. لا يعني نصيحه باش تكبر عليها باش ديرها يعني كي تكون كبير. هي التربيه، لازم العنايه التامه بالطفل سواء من الاب والام، لازم في الزوج وحتى المحيط. لكن هنا راني نحكي لك على روحك انت، يعني كاش حاجه صارت لك دوكا تمنيت انه لو ديجا كنت مديت نصيحه لنفسك انت وقلت بلي هذيك هي العنايه بالاولاد، يعني تقريهم وسخيتو القرايه. العلم راه علم نور، البازي في العلم وتكونه باش هكذاك يعود يعرف روحه، يعني يكون انسان ناضج ويقدر يعني يواجه الحياه. النصيحه اللي راني في عمري 5 سنين، والنصيحه واش نقول؟ نقول فوالا بار اكزومبل حاجه الصحبه، الواحد لازم يعرف شكون يصاحب، ما يديرش لا مان باسكو صحبه واعره، ومام صحبه في صحبه كما يقول لك ناس بكري البابور اللي فيه بزاف الرياس يغرق. دونك يفو ميو افوار واحد ولا زوج ولا ثلاثه ماكسيموم صحاب انتيم كو بزاف تاع المصلحه. فوالا صحبه تاع المصلحه، هذه هي. رد بالك على صحبه سورتو تاع المصلحه، طاعت الوالدين و سورتو كما يقول لك لازم يغاردي يفو كي سوا كي كونسيرف الاخر اللي كومون دير التقاليد تاعنا ولي فالور تاع بلادنا. بلادنا عادات والتقاليد تاع بلادنا وعادات والعادات تاع الدين ديالنا. فوالا القرايه ما فيهاش جدال، يعني راهو العلم يبني بيوت لا عماد لها، والجهل يخرب بيوت العز. ما كاش كيما العلم، وتقراي ماشي باش تخدمي به. تعرفي علاش نهضر مع روحي؟ باسكو درت الثقة، درت الأمان، درت الخير، صاحبت، نبكي معاهم، نندب معاهم، نوقف معاهم بكل واش عندي، حوايجي نمدلهم، مي لقيتهم ماشي في حولة، وليت مالا نهضر مع روحي نقول له يا روحي ما تزيديش ديري الأمان، الأمان راح معاه، الثقة راحت مع الوثيقة، ما بقى غير وجه الله على حاله، كثر الخدع بنتي، والكونفيونس راح، والثقة راحت، هاي الثقة بالوثيقة دركا. نقدر نبد بزاف نصائح لنفسي، مي اكثر حاجه نقدر نمدها لروحي هي اني نبدا نكتب حياتي، خاطر كاين بوكو تشوز اللي يعني خايف ننساهم، يون بليس كاين بوكو تشوز اللي دوكا ماهيش قادر نكتبهم، خاطر بالك جي با لو كوراج اللي كان عندي كي كنت انونف. كاين واحد المثل يقول لك لي ديتاي فون لا بيرفيكسيون، مي لا بيرفيكسيون ني با ان ديتاي. دوكا راني فاهمها واش معناتها. دونك كاين كلكو ديتاي اللي عشتهم كي كنت صغير ونسيتهم، مي لو كان كتبتهم في هذاك الوقت باغ اكزومبل ماما حيكون عندها ان غرون اونور كي تشوف وليدها لي ديتاي اللي تعلمهم صح من عندها، مي هذوك لي ديتاي هما اللي رجعوني راجل باغ اكزومبل. وشنو هي النصيحة اللي تمدها لروحك؟ النصيحة اللي نمدها لروحي أولا وقبل كل شيء هو طاعة الوالدين. يعني هذه هي النصيحة اللي تمدها لنفسك أنت وكي كان عندك 5 سنوات؟ هذه هي النصيحة الأولى والأخيرة اللي نمدها لنفسي. الأولى والأخيرة، هذا واش كاين؟ ما كاش حاجة واحدة أخرى تزيد تنصح؟ كاينين بصح أنا زيد لنا واحدة. النصيحة هي لازم الإنسان يجتهد كذلك في دراسته، يجتهد جيدا في دراسته ويعتمد على دراسته ويقسم أوقاته باش ما تكونوش صعوبات، لأن تقسيم الوقت يساعدوا 100% باش يكون من الاوائل من تلاميذ الاوائل. انت دوكا قابلت روحك كي كان عندك 5 سنوات وعندك الفرصه باش تمد نصيحه لروحك، وشنو هي النصيحه اللي راح تكون؟ واش نمد نصيحه؟ شنو هي النصيحه اللي تمدها لروحك كي عندك دوكا 5 سنوات؟ تخيل انه عندك دوكا 5 سنوات. باينه باللي طاعت الوالدين حاجه الاولى، نكون طايع والديا، نكون محافظ على صلاتي، وكون نقرا بيان سور، ندخل التعليم و يعني تكمل قرايتك. تنصح روحك باش تكمل قرايتك؟ نعم تنصح روحك باش تكمل قرايتك؟ بيان سور حاجه باينه، يعني هذو ما قرايه مليحه، غدو من الغدوه انا دوك نروح يعطوني ورقه على الاقل نعرف كيفاش نقراها. باش تقرا كيفاش؟ اكيد. يعني هذو ما النصائح، ما كاش نصيحه واحده اخرى تقدر تزيدها؟
فون اصلا ما كاين والو. وهاد النصائح راك تمشي عليهم؟ الحمد لله والله ثاني نصلي القرايه صح ما كملتش قرايه، انا خدام الحمد لله يا ربي.